من أقدم الصروح التعليمية بسوريا وأهمها، احتضنت وكبرت الكثير من طلاب سوريا بمختلف محافظاتها. كلية الآداب بجامعة دمشق ما زالت اليوم تسير على نفس النهج من الالتزام والتفوق والمحاولة الجبارة لرفع سوريا طلابها، وأيضا بمنهج تعليمي عالي رغم الهجمة الإرهابية الشرسة التي حاولت إيقاف عجلة التعليم، كما كل المحاولات الإرهابية اللي حاولت إيقاف عجلة الحياة بمختلف مناحيها. لنحكي أكثر أكيد عن الكلية، أدائها وسير العملية الامتحانية اللي بتهم كثير من الطلاب. معنا دكتورة فاتنة الشعال، عميد كلية الآداب بجامعة دمشق. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، صباح النور، يا هلا صباح الخير والتفاؤل. يا هلا فيكي. أهلا فيك دكتورة. بالبداية خلينا نحكي شوي عن مهام كلية الآداب وشو اللي قدمته خلال سنوات الحرب اللي مرت على سوريا. نحن بنعرف أنه كلية الآداب هي كلية العلوم الإنسانية، هي تقدم للطلاب ما لم يستطع أن تقدمه أي كلية، يعني بناء الطالب الذي يبني المجتمع وخاصة في ظل الظروف. نحن كلية الآداب بتتألف من 14 قسم بكافة طبعا فعالياته، بتضم ما يقارب بما فيه التعليم المفتوح 70,000 طالب. هون أهمية كلية الآداب في ظل الظروف، يجب أن ننوه هنا أنها لم تتوقف ولا محاضرة في أثناء السبع سنوات الماضية. إذا قلنا 7 سنوات عجاف على كلية الآداب، بالعكس سنوات ممتازة، عدد الطلاب لم يتأثر، عدد الطلاب تداوم بشكل طبيعي، الأساتذة يداوموا بشكل طبيعي جدا، توقيتات الامتحانات كمان توقيت الامتحان بقي مستمر طبعا مع بعض المرونة من رئاسة الجامعة وطبعا من توجيهات السيد الوزير. يعني إذا أثناء الامتحان إذا تأخر الطالب صباحا ربع ساعة 10 دقائق ممكن أن تسهل أموره. كانت الامتحانات رائعة، أكثر من ممتازة، من حيث التزام الطلاب، من حيث التزام الأساتذة كرؤساء قاعات وأمناء القاعات الموظفين والمراقبين. طبعا نحن نعمل لإعداد جو مناسب ومريح للطالب، إن شاء الله نكون قد أوفينا بحق الطالب. أكيد دكتورة. طيب هلأ نحن بوقت امتحانات أكيد، فشو هي أبرز الإجراءات والتسهيلات اللي عم تقدموها للطلاب ليقدروا يكملوا العملية الامتحانية؟ نحن طبعا امتحانات التعليم النظامي انتهت. ابتدينا حاليا في الأسبوع الثاني من امتحانات التعليم المفتوح. أهم التسهيلات توجيه الموظفين على تهيئة الجو المناسب للطالب، الجو المناسب من حيث الهدوء، من حيث التهدئة النفسية، يعني عدم إزعاج الطالب، توجيهات الأساسية يلي نحن أصلا كنا عاملين اجتماع للموظفين عاطينهم التوجيهات يلي بده يقوموا فيها للطلاب وأثناء الامتحان. يعني الطالب يجب أن يكون مرتاح نفسيا ومعنويا بالقاعة. يعني كنا عم نحكي تحت الهواء دكتورة أنه أنا وزينب خريجين هلا كلية، حابين نتعرف أكثر شو التطورات اللي طرأت على كلية الآداب. طبعا كلية الآداب دائما منذ تأسيسها تتطور، ولكن الآن في إجراءات جديدة بتوجيه السيد الوزير، هو فتح مركز لخدمة المواطن. توجيه الوزير ورئاسة الجامعة، طبعا المركز الآن في قيد التهيئة. شو بيتضمن هالمركز دكتورة؟ بيتضمن المركز مجمع. هالمجمع يستطيع الطالب الحصول على أي ورقة يحتاجها ضمن هالمجمع
بفتره بدقائق او بثواني، يعني لا يحتاج الطالب الخروج من من هذا المركز لأي مكان للحصول على أي ورقة، حتى براءة الذمة يمكن أن تكون عبر المركز. هي بتسهل كتير للطلاب، بتسهل يعني مثلا كشف كبير. العلامات لا يحتاج إلى أيام ولا يحتاج إلى توقيت، فقط كبسة زر ممكن أن يحصل الطالب على كشف علاماته. الآن نقوم بتهيئة المركز كبنية ونقوم بإدخال بيانات الطلاب. دكتورة، كنتي عم تحكي عن كشف العلامات، بما أنه فتحتي السيرة يمكن أريج، كنا كمان عم نحكي أنه في كتير طلاب تعترض على طبعا علاماتها، حتى كتير طلاب بيكونوا مضطرين يجوا من المحافظات بدون المصدقات للتخرج، كيف عم يتم التعامل والتسهيلات بهالموضوع؟ كشف العلامات ومصدقات التأجيل ومصدقات التخرج تعطى، وخاصة أبناء المحافظات، لتخفيف من تكلفة النقل تعطى في حينها، وخاصة إذا كان طبعا بيتقدم طلب بدون طوابع لعندي لمكتبي، بيقول الشخص أنه هو من محافظة حلب فرضا، بياخد المصدقة أيا كانت حتى كشف العلامات في اليوم ذاته. نعم. والاعتراضات؟ والاعتراضات في نوعين من الاعتراضات. نعم. في اعتراضات طبعا الاعتراض يقدم عبر الديوان. نعم. هي جمع علامات. في اعتراضات إذا الطالب كتير قال إنه أنا بدي أخذ 90، وطبعا كلهم بدي أخذوا 90. بدي أخذ 90، ممكن أن نراجع ورقته عبر لجنة خاصة، وعم راجع بعض الأوراق طبعا لحد الآن ما لقيت أي خلل. هون ممكن نكشف للطالب أنه الورقة عم تصحح مع سلم الدرجات. نعم. وسلم الدرجات حاليا عم يعلن على النت للطالب، يعني الطالب بيقدر يقيم علامته من خلال سلم الدرجات. في حال ما له مقتنع ممكن نورجيه صورة عن ورقته الامتحانية. نعم. وليس الأصل. نعم. هي الطريقتين دكتورة؟ هدول الطريقتين تماما. كمان حابين نعرف كيف عم يتم استقبال كلية الإعلام، كلية الآداب للطلاب الوافدين من غير محافظات، يعني نتيجة أكيد ظروف الحرب اللي عم تمر فيها سوريا صار في شوية ضغط وعبء على كلية الآداب، اليوم كيف عم تتعاملوا مع هالموضوع؟ طبعا طلاب منرحب فيهم، تقريبا عنا شيء 8500 طالب وافد، وخاصة من عدد جامعة كبير. عدد كبير من جامعة الفرات، وكان من جامعة الحلب. جامعة حلب رجعنا الحمد لله بفضل جيشنا، رجعت لوضعها الطبيعي، ما عد استقبلنا طلاب جامعة الفرات، أهلا وسهلا فيهم، عبر بنستقبلهم عبر منسق خاص بنتعامل معه وكأنه طالب عادي طبعا من طلابنا، وهذا بيته الثاني. والهدف الأساسي يمكن لكم هو استمرار العملية التعليمية بكل الظروف. العملية التعليمية مستمرة شاء أم أبو. خلينا نحكي دكتورة شوي كمان عن مواقع التواصل الاجتماعي، بشيع فيها بعض الطلاب بعض كمان الحوادث اللي ممكن تكون صحيحة أو مو صحيحة. صحيح. مثلا كان آخر شيء أنه منع تكرار أسئلة الدورات بالامتحانات، فهذا الشيء صح ولا لا؟ بالحقيقة نحن أنا بفضل عدم تكرار الأسئلة، مو منع، لأنه إعادة صياغة كتر الامتحانات بيضطر أحيانا الدكتور إلى تكرار الأسئلة. يجب أن يكرر السؤال إذا كرر، ولكن بصيغة مختلفة، يعني لابد هناك بنك أسئلة، من خلال بنك الأسئلة ممكن أن تتكرر بعض الأسئلة.
ممكن، بس نحن في بالحقيقة عندي مشكلة هون، مشكلة الطلاب نفسهم عودتهم للأسئلة دراستها فقط من قبل المكتبات، وأصلا محلولة غلط. غلط، لا يعتمدوا الطلاب نصيحة أم، لا يعتمدوا على الأسئلة المحلولة. نحن بوابنا، نحن الإدارة وأساتذتها وجامعتها والوزارة، بوابة مفتوحة لاستقبال الطلاب بمصراعيها. نعم. كمان كتير بهم كتير أشخاص لحتى يعرفوا اليوم قديش نسب النجاح عم تكون بكلية الأعلام، وكمان مثل ما ذكرنا يعني رغم الظروف اللي عم نمر فيها عم بيكون في ازدياد بالنسبة أو عم تقل؟ ولا في عنا هون مشكلة بنسب النجاح. طبعا بتوجيه من الوزير، من السيد الوزير ورئيس الجامعة، يجب أن لا تكون نسبة النجاح أدنى من 20%. نحن عم نحكي عن كلية الأدب بشكل عام، بس دائما بنذكر كلية الأدب والإعلام وكل جامعة دمشق كتلة واحدة. وطبعا وزير واحد ورئيس جامعة واحد، توجيهاتهم نحن منطبقة. ولكن أحيانا بتعرفوا نحن سيد عطاء السيد الرئيس دورتين امتحانيات بالمرسوم من 1995 وممكن يكون يتوقع في دورة تكميلية. نسب النجاح هنا يمكن أن تهبط قليلا بهؤلاء الطلاب من 20-25 سنة متخرجين، يعني ممكن يكون يعني يخفضوا شوي نسبة النجاح. على فكرة إذا عملت لك إحصائية، نسبة النجاح ببعض المواد كتير كتير دون 20%، كتير قليلة. والبارحة حتى اتصلت مع الدكتور رئيس الجامعة، قال لي بتجيبي كل المواد يلي نسبة نجاحهم دون 20% لأتناقش أنا وياكي فيهن. لحد الآن أصبح صادر بكلية الآداب 500 مادة من أصل 900، وطبعا في عندي شي 100 مادة نظام قديم يعني لا يعتبروا. الحمد لله هلأ قسم الفلسفة مواده كلها صدرت، وبيكون في سرعة بإصدار النتائج تقريبا يعني. إن شاء الله إن شاء الله في سرعة، على فكرة على حساب موظفينا. نحن أثناء الامتحان قسمنا الكادر الإداري تبعنا لثلاث أقسام، قسم لا يرصد النتائج، قسم لا المراقبة، قسم لا يجيب على التساؤلات والأوراق يعني طلبات الطلاب. يعني كنا عم نتوجه على ثلاث محاور، وهذا اللي خلى ان شاء الله النتائج تطلع بسهوله. ان شاء الله تكون كل النتائج منيحه. خلينا نحكي دكتوره، كمان عم نلاحظ كمان هي الفتره اللي عم تمر فيها سوريا بالازمه، انه في كثير طلاب عم يتجهوا للدراسات العليا، الماجستير الدكتوره. كمان تحكي لنا عن اقبال الطلاب على الماجستير والدكتوره، وقد ايه النسب، هل ارتفعت عن قبل؟ بالحقيقه احيانا شيء رغم الأزمة، وأنا يعني نسيت الأزمة لما اشتغلت، وخاصة دخلت تلك الإدارة بالعمادة، هجوم غريب على الدراسات العليا. يعني دكتورة، ماجستير، دبلومات تأهيل وتخصص، حتى توجيهات السيد الوزير والرئاسة الجامعة بفتح دبلومات جديدة، وما شاء الله مستويات الطلاب ممتازة. يعني بتستغربي رغم كل الظروف، قديش الظروف بيقولوا لك لا كهرباء لا مي لا كذا، هي كلها غير معيقة للعملية، لا تدريسية ولا توافد الطلاب للتسجيل بالدراسات العليا. يعني تقريبا زاد عدد الطلاب بالدراسات العليا 100%. يعني عندي كل يوم كل يوم كل يوم مناقشة ماجستير أو دكتوراه، وهذا يثلج الصدر. يمكن الإناث والذكور كمان، مو بس الذكور، إناث وذكور، يعني الإقبال على هالدراسات دكتور، إناث وذكور وعسكريين. تماما. يعني حتى المقاتل يقوم بتأهيل نفسه علميا.
دكتورة، يعني كنا عم نحكي كمان تحت الهواء عن أهمية نظام التعليم المفتوح يلي صار له سنين عديدة وحقق ويعني أثبت جدارته على أرض الميدان بالناحية العلمية يمكن أكثر. اليوم هل عم يتم تقييم هالنظام وتطور يمكن بشكل كبير وبطريقة يفيد المجتمع ويرفضهم بطلاب كمان يكونوا يوازوا الجامعة الرئيسية؟ يعني أنا هلأ حأحكي على التعليم المفتوح كوني كنت نائب رئيس جامعة وعضو باللجنة الفنية. من فترة الأسبوع الماضي كان في ورشة عمل لتقييم التعليم المفتوح وإعادة النظر بمفرداته وكيفية تطوره. طبعاً هون في كتير دعايات إنه اجتمعوا اللجنة لإلغاء الاعتراف بالتعليم المفتوح، هذا غير صحيح. وجهنا لإعادة النظر بآلية التعليم المفتوح، بكيفية تطوير التعليم المفتوح وكيفية تقويمه. يعني هل يعطي نتائجه الصحيحة؟ هل هم الطلاب سيحصلون على محاضرات أم لقاءات علمية؟ هل يمكن جمع ما بين اسمه دراسة نظام مدمج ما بين التعليم عن بعد واللقاءات؟ نعرف نحن التعليم المفتوح واحد من منظومة التعليم العالي. يعني واستقطب عدد من الطلاب. الآلية هون، وطبعا حاليا عم نحاول نحط، عطانا أسبوع السيد الوزير لإعطاء آلية جديدة للتعليم المفتوح، إن شاء الله سيعرض على مجلس التعليم العالي قريبا. أما التعليم المفتوح أنا بعتبره تعليم مثالي إذا طبق بالطريقة الصحيحة. نحن كتير في من طلابنا بمراكز ممتازة وأبرزوا يعني طاقة ممتازة. أكيد نحن منوجه لهم تحية لكل هالطلاب المثابرين على العملية التعليمية. وأيضا متشكر الجهود اللي عم تبذلوها دكتورة. واجبنا. شكرا اليوم. شكرا. واجبنا. شكرا لوجودك دكتورة معنا وموفقين بكل شيء عم تعملوا. يا ميت هلا، أهلا وسهلا.